الاحداث اللي وقعوا في الماتش ديال الديربي كونتر الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي، احداث اللي هي ما خصهاش تكون في الكره. الاغلاط كيوقعوا في الكره، اي واحد يمكن له يغلط. كنتمنى لا الصديق ديالي حذراف لا صديق زنيتي يكونوا خوت بعضياتهم في الفريق. كيوقعوا بعض الشناءات في المقابلات، شي عادي، ما يخرجوش في النطاق ديال الكره. نقدر مثلا مع الصديق ديالك تكون شي شناءه، ولكن عادي في الكره مع تيكون الدم سخون، بنادم ما تيعرفش يرياجي، فهمتي؟ الله يحسن عوانهم. المقابله اللي كانت صعيبه وداكشي، داكشي علاش كان الرياكسيون ديالهم هكا. كيوقعوا بعض الاغلاط وكيوقعوا اكثر من هادشي، غير ما تيبانوش وداكشي. الكره هي هادي، المسامح كريم كما كنقولوا، ويتبعوا المسيره ديالهم، وتبارك الله لاعبين اللي كبار، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. الحلم ديالي كأي لاعب تيحلم يلعب مع فرق كبرى، ونكون انايا حسن الظن ديالو ونعطي كل ما عندي ان شاء الله. الحمد لله دابا في دراسه العروض اللي جايني داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، مازال تندرس فيهم، نشوف لي بون شوا ان شاء الله، باش يكون عندي ان بون ديسيسيون ان شاء الله، في حقاش هذه حياه كرويه صعيبه شويه، باش ان شاء الله تكون انطلاقه ديالي ان شاء الله. تنشكر القناه الدار على الاستضافه ديالكم، مزيد من التالق، كنشكركم مره اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.